بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بشرح متن يسمى متن الدروس المهمة لعامة الأمة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زاري من نبر الرو أنجب قابي نتوجه لهل مسلم ما عبر سبي مياس فلقو نتوجه ميلون كتابنا. هذه الدروس مهمة لغير المسلمين. ይህ አንገብጋቢ ትምህርት ሙስሊም ላልሆኑ ሰዎች የሚሆን ነው ወለል ሙስሊሚን ለሙስሊሞችም የሚሆን ነው ወለል ሙስሊም الجديد አዳዲስ ለሰለሙ ሰዎችም የሚሆን ነው ويصلح ان تدرس بكل لغه وفي كل دوله بفضل الله ሁሉም ሀገሮች ላይ በሁሉም ቋንቋ ላይ ሊማሩት የሚገባ መጽሐፍ ነው نعم تحتوي هذه الدروس على حال السلف مع القران ይህ መጽሐፍ ሰለፎቻችን ከቁርአን ጋር የነበራቸውን ሁኔታ ያሳያል والتوحيد وما يضاد التوحيد وهو الشرك توحيدنا يتوحيد تقراني يهنون شركن يبرر والصلاة ما يتعلق بالصلاة صلاتنا كصلاة قار تياج نقروتشن يبرر الوضوء الطهارة الاغتسال التيمم سلا وضوء سلا نتسهنا سلا تيمم كله يبرر الآداب والأخلاق الإسلامية نديوم إسلام ويسنا سراتوتشن يبرر تجهيز الميت وتكفيني والصلاة عليه ريسان انديت اندمنا طبنا انديت اندمسجدبتم يابرارال والله اعلم